يا سلام يا سلام، دي صورة منو يا محجوب؟ صورة سامي صاحبي يا أبوي. ده ليك للذكرى مش كده؟ لا يا أبوي، خلاها عندي لأنه زعل مني. كيف؟ سامي دايرني أكذب لأنه سألني الصورة دي حلوة، ما رديت عليه. ليه؟ لأنه الصورة كانت ما حلوة يا أبوي. السبب شنو؟ لأنه سامي في الصورة يا أبوي عامل جل في شعره. يا محجوب، يمكن شعره كده عاجبه يعني. طيب وكده عاجبه شعره ليه سألني؟ عشان انت صاحبه؟ قلت لي انا ما بقول لك رايي في الصورة، لكن بقول لك رايي في شعرك. قلت له شنو؟ قلت له واشني حاجة في الصورة هو شعرك. ليه كده يا محجوب يا ولدي؟ دايرني اكذب؟ لا 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 يا محجوب، كله الا الكذب يا ولدي. ولو انا قلت لي سامي الصورة حلوة بكون كذبت عليه. يا سلام يا سلام، ولد صادق وفنان. صادق لاني ما كذبت على صاحبي، وفنان لاني ابديت برايي في صورة سامي صاحبي وشعره. صح صح.